تصميم وأنا في المرحلة الإعدادية. شخصياً أفضل العمل الخاص وأرفض الوظيفة الحكومية لأني أحسها بتقيد من طموحاتي. من طفولتي وأنا أحب البزنس، كان حلمي أني أكون صاحبة شركة ورائدة أعمال متميزة. الأهل خطوة بخطوة معنا يقدمون الدعم مادياً ومعنوياً. بكوننا بنات هالشيء ما منعنا أن نفتح بزنس خاص فينا. أصعب مرحلة في المشروع كانت معرفة المنافسين ونفس الوقت نبحث عن شيء يميزنا عن باقي الشركات. أساس منحنا فرصة لتوسيع علاقتنا مع العملاء في السوق. شكراً أساس، لأنه هو البداية الحقيقية لتأسيس شركتنا لاتجاهات التصميم.